عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله مرسي، 25 سنة، سكان دهب. هنا ابتدينا بنشتغل في الأول بإيدينا، كنا جايين شغالين عادي، بس بعد كده اتطورنا، بقينا نطور نفسنا بنشتغل احنا بإيدينا وننتج الحاجات للسياح وبرضه للعرب. في حاجات للجنسيات كتير زي الروس هنا كتير، الأوكرانيين، في الدنماركيين بيجوا برضه، ألمان، وفي برضه بولنديين. الجنسيات كلها عامة بتيجي مصر. مصر جميلة في كل حاجة. احنا بنصنع حاجات زي المكرميات العربي كده، هي كانت مكرميه الاول الناس عارفاها كلها، بس احنا ابتدينا ندخل فيها حاجات تحس انها تعجب السياح وكده يعني، وتعجب برضو الناس المقيمين هنا. دي مرايه معموله بالحجر الكريم، والخيش ده حاجه نظيفه جدا يعني، كل حاجه المنتجات مصريه نظيفه جدا، مع المكرميه البيضه دي، مكرميه قطن مصري، حاجه نظيفه جدا. وبنعمل برضو دريم كاتشرز، يعني دي حاجه في 3 في 1، دي برضو من فكرتنا احنا يعني، حاجة نظيفة جدا بنصنعها بدينا بتعجب السياح عامة يعني. السياح بيحبوا ياخدوا الحاجات دي من هنا أكتر ما بيشتروها من الصين، لأن الصين بتبقاش فيها جودة أكتر من اللي هنا. في برضو عيون زي كده الروس بيحبوها برضو جدا. عندنا حاجات صدف زي كده، دي شغل هاند ميد برضو، ناس بتحب الصدف لأن كتير من الناس بتيجي دهب عشان الغطس والصدف والأسماك والحاجات دي أصلا. برضو عملنا منه حاجات صغيرة جميلة جدا، حاجات صغيرة جدا جميلة. دي اللي بتبقى السيارات وبتبقى ميداليات، حاجات جميلة جدا يعني. كل ده بنشجع الصناعة المصرية وبننتج على قد ما نقدر، ومنحاولش نستورد من بره زي ما سيادة الرئيس قال، نشجع الصناعة المصرية أفضل بكتير.